السلام عليكم. اليوم راح اشرح لكم عن تطبيق تعليمي وترفيهي للاطفال وتطبيق لمسة. اول شيء راح ندخل اب ستور بحيث ينزل عندنا البرنامج، نكتب لمسة. طبعا التطبيق مجاني، صمم للاطفال اعمارهم 4 إلى 8 سنوات. تطبيق فكرته جدا مميزة لتعليم الطفل. اول ما راح ينزل عندنا راح يطلب منا الايميل والباسورد بحيث يكون عندنا حساب فيه. ندخل البرنامج. مرحبا، انا جوري. وانا ادم. اهلا بكم، استمتعوا معنا. طبعا البرنامج فيه 5 اقسام: فيديوهات، العاب، والعاب، قصص، وقصص، الوان واشكال، الوان واشكال، مطبخ لمسة، مطبخ لمسة، فيديوهات. طبعا كلها هدفها تعليمي وترفيهي بنفس الوقت، ان الطفل ما يشعر انه قاعد يتعلم. عندنا 160 محتوى مختلف ما بين قصص والعاب وتلوين فيديوهات، كلها كل محتوى هدفه معين في تعليم الطفل. عندنا القائمه اللي فوق، عندنا قائمه المفضله، اي محتوى عجب الطفل باي قسم كان نقدر نخليه بقائمه المحتوى، بقائمه المفضله، واذا ما بغيناه نقدر نحذفه. عندنا هنا المحتويات المحملة، المحتويات اللي دخلها الطفل واللي حملناها، جميع الأقسام. أيضا هنا عندنا الإعدادات وقائمة البحث والموسيقى إذا ما أبي موسيقى. أيضا اللغة أقدر أخليها إنجليزي إذا ما أبي عربي. هنا قائمة البحث، نبحث مثلا عن موضوع معين، الحروف راح يطلع لنا الدرس المعين اللي بحثنا عنه. نشوف اول قسم فيديوهات. طبعا الفيديوهات كثيرة، كلها هدفها تعليم وترفيه بنفس الوقت. عندنا هنا فيديوهات عن الاشكال الهندسية، ايضا هنا ايام الاسبوع، حروف الهجاء، الارقام، فيديوهات كثيرة. عندنا هنا عن الطبيعة والحيوانات أيضا. عندنا الشكل الهندسي المثلث. أنا المثلث في كل مكان، وضعوني ابحثوا عني في كل مكان تجدوني. نصبت خيمة في البستان، شكل الخيمة أيضا مثلث. موسيقى وألحان بأداة تدعى المثلث. سطح المنزل، إشارات المرور، قبعة المهرج، منقار العصفور. طبعا ننقلنا حق الفيديو اللي بعده ونضغط إلقاء. هني إذا عجب الطفل المحتوى نحطه في قائمة المفضلة، نضغط لايك. أيضا هني عندنا محتويات ذات صلة. هني أيضا نقدر نعيد الفيديو أو الخروج من الفيديو. طبعا فيديوهات كثيرة كلها تعليمية وترفيهية بنفس الوقت. مثل ما شفنا المثلث تعليمي للطفل. نشوف القسم الثاني، ألعاب. أيضا الألعاب كثيرة، الحرف الضائع، أكتب رقمي، أي لعبة أو محتوى عجب الطفل نقدر نخليه بقائمة المفضلة. أكتب رقمي. عربي، إنجليش،
إلى أن يتعرف الطفل على أرقام كيفية كتابتها. أيضا إنجليزي إذا يبي. أيضا إلى أن ينتهي من جميع الأرقام وكيفية كتابتها. هني أيضا إذا ما أبي موسيقى، أيضا إذا أبيها بقائمة المفضلة أو لا نحط لايك. الألعاب كثيرة كلها تعليمية وترفيهية بنفس الوقت للطفل، طريقة جدا مميزة لإيصال المعلومة للأطفال. قصص. القسم الثالث هو عندنا القصص، أيضا قصص كثيرة، طريقة جدا مميزة توسع آفاق التفكير عند الأطفال عشان يبدعون، تزرع عندهم حب القراءة. أيضا قصص كثيرة هني عندنا عن عسر القراءة، أطيب من الموز قصة، عيد الأضحى، ما أحلاك يا رمضان. كل قصة لها هدف معين بتعليم الطفل. اهدأ يا هاني عندنا الحين قصة عن القضب. اهدأ يا هاني. استيقظ هاني اليوم متأخرا. اني اقدر اشيل الموسيقى والصوت. أيضا هني الكلام يطلع لنا، وإذا أبي عيد أضغط السهم هذا واللي بعده أضغط السهم الثاني. شطيرته فوجد فيها قطعة جبنة.